يلا بينا الاول نبدا في عمل السمك البوري السنجاري. هنحتاج يا بنات، هنحتاج لايه بقى؟ بصي، يا اما كل المكونات اللي تستخدميها شرايح، يا مكعبات، يا مفروم. مفروم بيبقى حلو قوي، شرايح بيبقى حلو قوي، مفروم بيبقى حلو قوي، مكعبات بيبقى حلو قوي، اللي انت حباه. انا بحب جدا اضيف، بصي، مكعبات كده. البصل مش بنكتر، بصي حاجه بسيطه خالص من البصل. ليه بقى؟ لانه بيدي تسكيره كده حلوه قوي. معايا كمان فلفل اهو برده. حابه بقى تضيفي زي ما قلت لك مكعبات، حسب انت الولاد عندك او جوزك او عيلتك، يعني اللي هياكل بيحب ايه. في ناس بتحب طعم الخضار، وفي ناس بتحب طعم الخضار ما يكونش واضح قوي. بصوا هنا معايا فلفل الوان، معايا كمان الجزر. بصوا الجزر البشره بتاعته خفيفه جميله ازاي. معانا كمان طماطم مبشوره، بصوا حاجه بسيطه كده من كل حاجه. معانا كمان معلقه من الهريسه بتبقى فظيعه. بصي علشان بتبقى حراقه شويه عشان الولاد، حاجه صغيره خالص كده. شايفين الجمال؟ نسيتي ايه يا ساره؟ طبعا ما انساش حاجه، ده اهم حاجه، الثوم المفروم. ناخد منه كده، بصي مقادير بسيطه جدا، وهتعملي سمك سنجاري. ولا تقولي بقى افخم المطاعم ولا الكيلو بقد كده، موضوع سهل وبسيط جدا. هتعملي وهتدعي لي. هنحتاج بقى، بصي، معلقتين صغيرين من الخل. بصي الكيلو السمك بياخد معلقه واحده. انا هقول لك دلوقتي كمان مقادير كيلو السمك. بصي بقى هناخد بقى ايه بقى البهارات بتاعتنا، بسيطه جدا. بابريكا، كمان معانا ملح، فلفل اسود، كمون. ثواني كده، انا بحب امسك البهارات بايدي كده. بصي ونسمي بالله كده وننزل، تبقى ايه، تحفه. البهارات بتاعتنا ملح، فلفل اسود، كمون، شويه كزبره ناشفه، وشويه من بهارات السمك، وبس كده. شفتوا الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ وطبعا معانا عصير ليمونتين. بس كده نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. وعايزه اقول لك ان هي دي تتبيله السمك السنجاري، وهوريكي كمان دلوقتي ازاي تعملي السمك السنجاري باسهل وابسط طريقه. بصوا يا بنات بشكلها ايه، ما شاء الله، خلطه بسيطه جدا وسهله. وزي ما قلت لكم، حباه مفروم بيبقى هايل، لو انت حابه الخضار ده كله مفروم. طب حبه الخضار متقطع مكعبات زي كده، انا بصراحه بفضله كده، لان الخضار بيطرى، فبتبقى النتيجه بتاعته هايله.